احنا توا في فضاء المعرض الرواق العرض بالمركب الثقافي، تشوفوا فما معرض دروب تحت عنوان دروب، مكننا منه المسرح الوطني، وهذه الحله الاولى بعد تجهيزه او المستير اول ولايه تحصل على هذا المعرض. تقريبا هو يروي الحركه المسرحيه من سنه 83 الى اليوم. حب المناسبه نذكر السيد مدير العام ومدير المركز الوطني سي معز مرابط على تفاعله الايجابي وايمانه باهميه هذه المحطه الثقافيه خليفه اسطنبولي. احنا في الحقيقه في امس الحاجه الى الارشيف، واحنا في عصر الصوره طبعا، والصوره ولات من اهم المكونات نتاع الارشيف الحقيقي اللي معناها لو يحافظوا عليه يبقى للاجيال القادمه الكل. لسوء الحظ احنا في السابق هالارشيف هذايا نفقدوه ويتلف، دائما يصيب التلف. المعرض هذايا شامل، المعرض هذايا يعطي صوره ساعه على مسرحنا المعاصر، على المسرح الحديثي بتاعنا، وفي نفس الوقت معنا مخزون تاريخي نجم نعرف به التطورات الحادثة في كل جيل، بالنسبة لكل جيل، يعني تو هذا مش جيل واحد، هذا منذ الانطلاق بتاع المسرح الوطني ثم على الأقل ثلاثة أجيال اللي مروا معناها، وهذا مهم برشا. ونشوف الأعمال الموجودة هذه الكل اللي قام بها المسرح الوطني من منصف السويسي إلى محمد إدريس إلى أنور الشعافي إلى فضل الجعايبي كمديرين عامين إلى اليوم أستاذنا معز مرابط. الحقيقة شيء شرف المسرح الوطني اللي هو من أعظم وأهم لكومباني متاع المسرح الموجودين في إفريقيا في العالم العربي. الحقيقة المعرض، وجود معرض اليوم في أفيشات وفي صور في معلقات لعروض مسرحية سابقة يعطي ساعة أولا قيمة كبيرة للأرشيف المسرح التونسي اللي عنده مشكلة كبيرة في الأرشيف تاع المسرح، عروض مش مصورة في تونس، الأفيشات القدم ما نقوهمش، النصوص ما ننشرهمش. اليوم المسرح الوطني يعطي صحة أنه قام ويخدم على أرشفة العروض متاعه كما العديد من المراكز الفندرامية والعديد من المعاهد اللي تحاول أن تخلي تاريخ، لأنه هذاك تاريخنا، هذاك هويتنا. وزاد الشباب كي يجيو يشوفوا الأعمال هذيك يعرفوا الاسم الفلاني شكون وش عمل، وهذا نوعا ما من موروثنا الثقافي المسرحي. ولذلك حكاية الأرشيف راهو حاجة مهمة ياسر، إن شاء الله نهتموا بها أكثر، واللي ما لا نرقبنوها، وش خاص لو كان نجينا عنا فيديو بروجيكتور فما عروض قاعدة تبث لهنا في المعرض، شوفوا عرض من غادي عرض من هنا صور من هنا وتتحرك حية نواكبوا عصرنا وتكون تقنيات وجودات عالية.